ناخذكم لفه في المحميه وهالعصير. تعال 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 تعال. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، والله سهلة. هذا المحميه طبعا والاشجار اللي فيها طبعا المحميه فيها جلسه من الخيزران اللي هو العريش اللي فوق خيزران. هذه الجلسه تكون داخليه، في طبعا امطار صناعيه، وهذيك الشمسات شوفوها المظلات حقت المطر. في جلسه خارجيه هنا، هنا واحده وهنا واحده الثانيه، جلسه الثانيه، ثلاث جلسات شلال. طبعا عندي اصوات رعد، هذه السماعات واحده هنا واحده هناك، على اساس اذا شغلت الامطار تكون فيها اصوات رعد. حياكم الله جميعا.